عسلامة عسلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. ورجعت لكم مرة أخرى، ورجعت لكم كالعادة يدي مش فارغة. المرة هذه جيتكم فيديو جديدة على العادة، متنوعة، نخليكم تكتشفوها تتفرجوا فيها. لكن قبل كل شيء ما تنساوش باش تعملوا جيم على الفيديو واشتراك على القناة متاعي، زيدا ما تنساوش باش تكليكيو تعملوا هكا نزلة صغيرة على كل جرس باش كل مرة نهبط فيديو تجيكم النوتيفيكاسيون. انا النهار اللي نخدم فيه او كظاهر كل نهار اقسمه معناتها الفطور، اما كي نبدا ما نخدمش ما نكذبش عليكم، نحب معناتها نصنف ونتفنن في الماكلة وزيدا في الطاولة. انا من نوع ما نعرفش كان انتوما كيفي ولا لا، العين تاكل قبل معناتها الفم، دونك من مجاميع معناتها من الفطور للطاولة كل شيء معناتها نزينه، وماذا بيا معناتها يكون هكا معناتها إشهي. فهيك المرة هذه قلت لازمني نصور من أوله للآخر، ولو اني معناتها فيسا من فد انا قلقية معناتها فيسا فيسا، اما شديت صحيح هكيك انتوما تجمو تاخذوا فكرة. دونك اقعدوا معايا باش نوريكم شنو صنفت. دونك اول حاجة باش نبدأ بها هي المرقة المالح بالكعبر الحم المفروم. انا لهنا خذيت 500 غرام اللوبيا، نفختها الليلة كاملة قبل في الماء، معناتها خديت نحاسة عبيت فيها الماء وحطيتها هي في وسطها تنفخت ليلة كاملة. كي يبدا ما عنديش وقت نطيبها في الكوكوت معناتها الكل اللي مع بعضها، مي بويسك توا معناتها عندي وقت قلت خل ندللها، ومشيت معناتها انا من اللي معناتها تعلمت التطيب من عند ماما ربي يعيشها ويفضل هالي، تعلمت معناتها هكاك معناتها هي تعملها هكاك. خذيت زوز مغارف ونص كبار طماطم معجونة، كاس هذاك زيت العادي احنا نقولوا له زيت الحاكم. بالنسبة للفاح اخذت الكركم التابل، نو ما اخذتش كركم، اخذت الفلفل الاكحل التابل والملح. اخذت بصلة ونص قصيتهم متوسطين مش جيد ومش كبير، هاكم تشوفوا كيفاش. اخذت نص مغرفة صغيرة الفلفل العربي متاعنا، انتم قديش تحبوا تحطوا، 500 غرام الحم مفروم، وقرن فلفل هذاك ما نستغناش عليه في الاخر معناتها ديما نحطه، اما انا نقبو بالسكينه معناتها بشكيكه يخرج لي كل القوم تاعو. دونك في نحاسه اول حاجه باش نبدا هي حطيت الزيت الفلفل باش نزيد معاهم البصل باش نخليهم يتقليو مليح مليح، بعديك باش نكمل نخلط عليهم اللوبيا، وبعديك باش ناخذ انا الماء، نتوما عندكم ميزانكم، انا خذيت بريسك نص ايترا باش نزيد عليها معناتها على الاكل ميلونج هذاك، ونخليها حتى لين اللوبيا بريسك تطيب. مانيش باش نحط الطماطم خاطر كي نحط الطماطم راهي الطماطم ما تخليش اللوبيا تطيب معناتها تحب لها برشا، دونك باش نخليهم يتغليو مع بعضهم تطيب على راحتها اللوبيا. من بعديك كي هي الطماطم تقف على زيتها اللوبيا نزيد عليها الطماطم. مادام اللوبيا تطيب انا تو باش ناخذ كل اللحم المفروم باش نخلطه بالفاح وباش نعمل اكل كعابر. اللحم المفروم انتم قديش تحبوا تحطوا بطبيعه معناتها انا خذيت على قد اللوبيا، خذيت معناتها ارطل الكونتيتي انا اللي عملتها هذه، تجيب لي بالمرتاح 4 حشاكم 5 اسحنه. بالنسبة للمالح حسيت ما قلت لكمش، انا كي نشريه نحيه من الساشي نتاعو نشلو ونزيد نخليه يتنفخ في الماء هكاكا يزيد ينحي كل الملح خاطرو بيسكو مالح برشا، نخاف لما بعديكا كي نحطو في المرقة يزيد يملح هالي. لهنا كيف ما تراو اللوبيا طابت باش نزيد عليها الطماطم وباش نرجعها في الغاز باش نخليها تطيب هكاكا حتى اللي تولي ما تتقر على زيتها. الطماطم نخليها تتقلى شويه وميم طون نحرك باش ما تشدش في النحاسه، بعديك نزيد الماء وهي تغلي هكيكا متاع ربع ساعه المرقه، معناتها نخرجها من الكاس نحط عليها اكل الكعابر اللحم المفروم. بعد ما يطيبوا الكعابر اللحم المفروم نزيد شويه ماء، ومن بعد نحط الملح متاعي ذيك اخر ايتاب في الاخر بالكل كي نعرف اللي معناتها المرقه طابت اللي هي معناتها اللوبيا واللحم وكل شيء في الاخر باش نزيد عليها الملح وباش نخليها تطيب على راحتها حتى لين تقر على زيتها.
حسينو ما نحكي لكم شعر الريحة وعالبنة نودكم وما نشهيكم. وتوا باش نجيو للطاجين. فما أنواع وشكال الطاجين، ما أنا ما نكذبش عليكم، ما ناكل كان الطاجين متاع ماما ربي عايشها لي، تعلمته من عندها وما نبدلوش. دونك باش نوريكم الوصفة اللي أنا نعملها، خذيت 500 غرام أبيض دجاج، بالنسبة للفاح خذيت الكركم التابل، الفلفل الأكحل، الملح والبابريكا. خذيت نص ساشي خميرة متاع جاتو، مغرفتين صغار شابلور ولا بيبة خبز، خديت معدنوس عندكم انتم الاختيار قديش، مغرفتين ونص كبار كريم فريش ولا يوغورت ناتور، خديت 8 كعبات عظم، انا باش نستعمل 6 كان مزال، اذا مازال عاقد نزيد اكل كعبتين الاخرين، نص كاس زيت ونزيد ما حطيتش معلمه قدير 300 غرام جبن مرحي. دونك اول حاجه اخذيت الدجاج واللفاح باش نخلطهم مليح مع بعضهم، باش نزيد عليهم الزيت وباش نخليهم يتقليو على الغاز، تردوا بالكم باش ما يتحرقوش، انا في نفس الوقت نبدا نحرك، معناتها هو يتقلى ونحرك. من بعديك باش نزيد الماء، الماء انتم قد ما تحبوا، انا خليت ابوبخي معناتها باش الحكار اللي باش يطيب لي فيه الدجاج هكاك باش ما نقعدش نعاود نزيد الماء، وباش نخليه يغلي حتى لين يطيب الدجاج ويقعد يقر على زيته، خاطر الزيت هذاك اللي باش يفضل من بعديك مانيش باش نلوحو، معناتها باش نستحقوها للفخس. من بعد الدجاج باش نفتفتوه، معناتها انا نفتفتو قعدت ديما معناتها بالعادات كيف ما تعلمت معناتها من عند ماما، سينو معناتها تقصوه بسكينه جيد. من بعديك باش نزيد عليه الصوص نتاعو، باش نزيد الكريم فريش ولا اليوغورت الناتور اللي تحبوا نتوما، المعدنوس، الخميره نتاع الكاتو، البيبه الخبز، الفخوماج والعظام. كيف ما قلت لكم العظام، انا نحط من الاول 6 كعبات ونخلط، كي يظهر لي معناتها مثال عقد نكمل اكل كعبتين، ما انا يظهر لي استعملت 8 كعبات الكل. من بعديك باش ناخذ بيريكس ندهنها بالزيت، سورتو تدهنوها بالزيت ما تنساوش، باش نحط عليها الفخس وباش ندخلها للفور لمدة 20-25 دقيقة اللي حطيته يسخن على 200 درجة من الأول بالكل. حسيلو ما نحكي لكمش على البنة، جاي طري طري وعرفت مش كل يخنق معناتها، حسيلو نودكم بالحق وما نشهيكم. واخر حاجه هي السلطه المشويه. السلطه المشويه بصراحه ما نجموش ما نعملوش ماكله تونسيه وما نعملوش معاها سلطه مشويه، سينو كيما نقولوا الفطور المنيو يبدا ناقص. دونك فوالا السلطه المشويه انا نعملها في الفور بويسك ما عنديش كينون الله غالب، والغاز نتاعي معناتها مش كيما كلي مش بدبوس الغاز معناتها مش كيما في تونس، دونك نحطها هكا في الفور ونحطها كيف ما تروا ريتكم كيفاش نعملها، نحطها من الفوق بالكل هكاك كيما نقولوا الجلده نتاعها تتنفخ ومن بعد كي باش نسلك لك الجلده الميته تتنحى فاسيلمون. لهنايك خرجتها باش نقلب الفلفل هكاك يكون لي من جهتين معناتها طاب. بعد ما يطيب الفلفل نحطه في ساك، هذيك انا العمليه نحسها معناتها اوبليغاتوار خاطر شي باش تعاوني فريمون، بعديك كي يبرد الفلفل كل كيف ما قلت لكم الجلده تتنحى فاسيلمون. وبالنسبه للرحيان انا ما عنديش معناتها مهرس، ما نحيروش، عندي الاشواغ دونك كي باش نرحيها في الاشواغ ما ننزلش معناتها كيما نقولوا بالكدا بالكدا، نعمل رحيه وقص رحيه وقص اتنوار تشوفوها كيفاش هكيك، ما نعرفش انا توكا بالنسبه للتكستور نحبها تجيني معناتها سيول سيول معناتها فريمون كيما بتاع المهرس، ما نحبهاش معناتها رطبه وتجيني كيما نقولوا الصوص، فهمت؟ وكل واحد كيفاش ياكل معناتها.
كيف ما قلت لكم التطيب انا ذا تعلمت على ماما، معناتها على طريقتي انا، معناتها باش نوريكم معناتها كيفاش معناتها نصنف، معناتها فما ألف طريقة وكل واحد وكيفاش راه معناتها كل واحد وكيفاش ماكلته بنينة، الماكلات الكل بنينة أما كل واحد وطريقته، كل واحد وعنده كيما نقولوا احنا كتوش بيرسونيل. دونك هاكا كيفاش نعطيكم فكرة، وبالحق معناتها كيما نقولوا كيفاش نأكد لكم اللي راهي ماكلة بنينة على الأخر، اللي يذوق يحصل. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو هذه، ان شاء الله ما عادش نقلق في ساعه ونكون حاضره معكم اكثر من العاده. كل عاده ما تنساوش باش تعملوا لي جيم على الفيديو، ما تتصوروش قديش والله تشجعوني، سيختو معناتها كي نلقى النومبر نتاع لي زابوني معناتها ماشي وقاعد يزيد، انا بالحق معناتها نزيد نتشجع هكاك ونزيد معناتها نعمل فيديوهات ما اكثر.